حنا ما يمكنناش هاد الرونس هاد البيكا ولا الرونسي اللي حنايا نعشروها ب 200 اورو راه ما كايناش. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، نتمنى تكونوا على خير وبخير. الاخوان، هناك بعض التساؤلات ديال شي اخوان اللي تيقول لك مال السلعه غلات، ما بقاش كتبان في السوق، يعني ما بقيناش كنربحوا، ما بقيناش كناخذوا السلعه الى اخره. لان هذه تساؤلات عند بعض شي اخوان. فالاخوان اللي غادي نقدر يعني الافاده اللي نقدر على حسب النظريه يعني الفكره ديالي، هو ان يعني السلعه الطبيعي راه غادي تزاد بحكم يعني القانون، يعني الناس كتخلص الديوانه القانون ديالها طبيعي، حيت غادي تزاد عليك واحد تزاد عليك يعني الا خلص الديوانه في واحد الماكينه انا طبيعي غادي تزيد عليك هذيك الديوانه الى اخره. الامر يعني المسائل القانونيه فهي كتبقى امور طبيعيه وعاديه جدا. كيبقى اللي ماشي هو طبيعي هو انك ما يمكنلكش انت تاخذ ماكينه مثلا مثلا يعني تاخذ ماكينه ب 200 اورو في الخارج وتجي تبيعها هنايا ب 900 اورو او تبيعها ب 1000 اورو. فهذا هو يعني هنا كاين مشكل. اذا انت دابا تتربح يعني الدوبل على 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 باش شريتي يعني بثلاثه او اربعه، الله يسخر الجميع. حنا كنقولوا غير الامور اللي طبيعيه والامور راهي طبيعيه. فما يمكنش تاخذ ماكينه ب 2000 درهم او 200 اورو كيف كنقولوا تبيعها هنا ب 900 ولا 800 ولا هذا. فهنا يعني الانسان فاش كيولف واحد الربح وكيتزال ليه او كينقص تيعو تيقول صافي انا داك الطريق ما بقاش كتسلكني. لا لا، مساله طبيعيه يا اخي. فاللي كنشوف انا مساله اللي هي يعني غير طبيعيه وهو ان يعني يكون يعني بالنسبه لي انا كنقول هي امر شخصي ماشي من القانون. حنا ما كناقشوش الامور القانونيه كتبقى قانونيه، غير اللي هو خاص بحال دابا يعني الويكا الثمن ديالها باش كيتباع في السوق ماشي هو الثمن دو جروب مثلا او تروا جروب. يعني الثمن باش كتباع بون اوكازيون في السوق ماشي هو الثمن اللي باش كتباع الفيتور ما دو جروب او تروا جروب او الاكسبو بار دو جروب او تروا جروب. فالاكسبو بار والفيتور ما الكونتي يعني المسائل يعني كلهما دو جروب او تروا جروب ما تتعداش 6000 يعني 600 اورو. حنا نهضروا بالاورو باش 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 نوضحوا كل شيء يفهم. ما تتعداش 600 700 اورو. بار كونتر الا شفنا الويكا ولا الرونسيليو فراهم تيتعداو يعني 2000 اورو او 1800 اورو. فانا الديوانه خص تحدد هاد الامور هادي بحال دابا اللي هي غادي لي الويكا رونسيليو خص تكون شويه ديال يعني نعطيو واحد حساب تفصيلي. مثلا بحكم عندنا اصدقاء على برا وكنعرفوا بشحال باش كياخذوا السلعه، وحاليا دابا يعني ولات دول اخرى كتاخذ السلعه. يعني كانت يعني ولات رومانيا ولات المصريين الله يسخر ليهم، الجزائريين التوانسه الليبيين كلشي ولا كيدي السلعه. يعني السلعه اللي ما تدخلش عندنا راه غتمشي لدول وحدين اخرين. فمن الاحسن حتى حنا نترزقوا الله دخول عندنا كان افضل. مثلا حنا كنبغيو الخير لكل شيء باش يسخر للجميع. غير مثلا ليكسبو بار ولا رونسيليو بلا ليكسبو بار ولا فيتور ما سبازيال لا سان ماركو الكونتي يعني هادو كلهم مثلا دو جروب ما 150 اورو 200 اورو على برا يعني في الخارج مزيان. اذا فاش كتجي الديوانه على حسب الفكره ديالي فقط. انا لا اناقش الامور القانونيه، انا على حسب وجهه النظر ديالي بحكم كان البيع في السوق. فانا كنقول مثلا تفرض على واحد دو جروب تفرض على واحد 500 درهم ديال الديوانه. اخوان ركزوا معايا حتى الاخير باش نوصل الفكره ديالي مجموعه. 500 درهم ديال الديوانه، اذا ولات دايره 2250 اورو، يعني 50 اورو ديال الديوانه هي مشريه 150 او 200. حنا نديرو ب 200 كاع، حنا باش نمشيو كاع نخليو كاع باش نقطعو الشك. مثلا 200 اورو تزاد واحد 50 اورو ديال الديوانه، اللي شاري خصو يبيع غادي يربح واحد 150 اورو. شحال ولات دايره؟ ولات دايره 400 اورو. اللي شرا غادي يصير عليها ما بين الغسيل والغاز واحد 120 اورو. شحال دايره؟ ولات دايره 520 اورو. شحال غادي يبيعها اللي شرا الحريفي؟ شحال غايبيعها؟ غادي يبيعها بواحد 650 اورو 700 اورو 630 اورو. اذا مقبوله. تروا جروب كذلك، تروا جروب انا بالنسبه لي غادي تشرى واحد 200 اورو او 250 اورو تكون عليها واحد 70 اورو. تروا جروب هذه الفيتور ما اكسبو بار كونتي لا سبازيال كذا كذا كذا، يعني المارك في هذا تروا جروب دير واحد 70 اورو.
إذن مخدة ب 250 أورو، تزادت عليها واحد 70 أورو. هاد 70 أورو شحال ولات يعني لا توتال 320 أورو. مزيان، إذن اللي شراها غادي يشري، اللي دخلها خصو يبيع 320 أورو، شحال غادي يبيعها؟ خصو يبيعها ب 500 أورو. دابا الفاكانسي هي ب 500 أورو مقبولة، أنا غادي نشريها ب 500 أورو، غنسير عليها واحد 120 أورو ولا 100 ولا على حساب، إلا تجبرت شي كارطة ولا شي بومبا راه ممكن يوصل للصاير ما بين الغسيل والغاز، وكحيت هما على برا كيكون ما فيهمش الغاز. مزيان، إذن غادي نقدر نوصل لنا 650 أورو. إذا كيف قلنا واي بيع ب 500، أنا نقدر نصير عليه 150 أورو. إذا ولات داي طايحة عليا 3 جروب من هاد النوعين العادي، إذا طايحة عليا ب 650 أورو. شحال خصني نبيع؟ خصني نبيع ب 800 أورو مقبولة، 800 850، هذا هو الثمن السوق الإخوان. راه اللي دار كياخد غير الجعبة، إلا خديتي أكثر من هادشي راك تاخد غير الجعبة. أنا بور لانستون مثلا أو آخر أو الحريفية كلهم، راه هذا هو الثمن ديال السوق. يعني راه الثمن كنهضروا بالثمن، يعني لا حياد، لا بالنسبه يعني ما كنتحازوش شي جهه، راه البونو كازيون هو هذا الثمن ديال الاخوان. الجديد راه ثمن اخر. مزيان، اذا حنا هنا حددنا الاثمنه ديال البونو كازيون، الثمن مقبول، يعني كيبقى السوق رائج، يعني مروج، يعني كلشي مروج. مزيان، اذا نرجعوا للرانسيليو للويكا. اذا دو جروب ديال الويكا نورمالمون الفاكانسي غادي يشريها 300 اورو على برا، 300 اورو. اذا الدو جروب، هذه الدو جروب، السفيرا يعني البولاريس اتلاس، اي يعني اي ماركه، راها بحال في الخدمه ديالها، بحال من الداخل، بحال يعني في الفونكسيون ديالها. عفوا، اذا الاخوان ها هو شراها ب 300 اورو، راه لو مينيموم خاصو 2000 اورو ديال الديوان ديالها. 2000 ديال اعتذر، شراها ب 300 خصو 200 اورو، 250 اورو ديال الديوانه ديالها. اذا كتعود طايحه على الشاري الفاكانسي، كتعود طايحه عليه ب 500 اورو. حنا نديرو غير 500 اورو، هذه الديوانه، هذه واصله للبلاد. اذا شحال خصو يبيعها؟ غادي يقول لك اسيدي غادي نبيعها ب 700 اورو مقبوله، 700 اورو مقبوله. اللي شرا الدو جروب عاوتاني الحريفيه، عاوتاني غادي ياخذها هو بديك 700 اورو، راه 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 الثمن ديالها. اذا الا مشى تعشرت بقل من 200 اورو، فراه الديوانه يعني راه ما راه راه بحال نقولوا مقولبه مثلا، يعني راه خصها 200 اورو، ما تزيدش على 100 حتى الا طلعنا 200 اورو. عاوتاني 200 اورو راه كنضروا لا اللي كيبيع ولا اللي كيشري. اذا 200 اورو دو جروب نامبورت كيل مارك مزيانه، هو شاريها ب 300، غادي يبيعها ب 500، غادي يبيعها بطيحه ب 500 واصله، غادي يبيعها ب 700 مقبوله. اللي شراها عاوتاني راه كنقولوا غيشريها ب 700، غادي يصير عليها 150 اورو. راني كندير الاورو مقارب 10 دراهم، عاد كنعطيوها حساب تقريبي. اذا طيحه على اللي شرا ب 600 ب 850 اورو، غادي يبيعها بداك ال 10 يعني 1000 اورو، 1100 اورو، 900 950، على حسب النقاء وعلى حسب الجديد. اذا هذا السوق مقبول، وي غارونسيليو. اذا الاخوان نرجعوا للتروا جروب ديال ويكا ولا رونسيليو. اذا التروا جروب ديال ويكا ولا رونسيليو راه فوق 16 17 1700 1800 اورو، 2000 اورو. اذا ما يمكنناش هاد الرونسي، هاد الويكا ولا الرونسيليو حنايا نعشروها ب 200 اورو، راه ما كايناش. اذا خص اللي شراها غيشريها ب 400 اورو على برا، وغادي يعشرها ب 400 اورو. التعشير ديالها ما بين 300 350 حتى 400 اورو مقبوله. شريتيها ب 400، الا شريتي فوق 400 راك تقول بسي تاخذها على برا ب 400، غتقول لي نقيه كذا راني خديتها ب 500، ما عندنا مشكل، 100 اورو زايده ناقصه، المهم راك خديتيها ب 100 اورو يا اخي. لا خديتيها ب 400 ولا خمس، نديرو 500 اورو، راه العشور ديالها 400 اورو، شحال طايحه عليك؟ 900 اورو. غادي تبيعها ب 1300 اورو، 3 جروب 1300، هذا هو الثمن اللي كاين. اذا شحال عتي ربح 400 اورو، تبارك الله. انت دابا دخلتي ويكا 3 جروب ربحتي فيها 400 اورو، شنو خاصك تشفر؟
راه هذا اللي كنشوف انا اللي خاصو يكون باش السوق يتقادد. انا راه حرايفي، راه كنضرب بحكم الحرفه ولا اناقش امور قانونيه. القانون راني ما كنناقشوش، انا كنقول غير وجهات نظر ديالي فقط، كيفاش باش ممكن السوق تعود المقارنه، يعني كيف هذه كيف هذه، سي لا ميم شوز. مزيان، اذا تروا جروب، الا تروا جروب دلويقه ولا الرونسيري ولا تعشرت قل من 400 اورو، فراه الديوانه يعني ضايعه. 400 اورو وغايشريها نقولوا ب 500 اورو، واصل عليه في المغرب هنايا 900 اورو، 900 اورو غادي يبيعها هو. هذا هو الثمن اللي كاين دابا ديال لويغا رون سيريو، 1300 1400 1350 اورو اللي كاين دابا في المغرب. يعني راه كنضرب بالمقارنه الاورو مع 10، يعني 10 درهم بحال قلنا 10 درهم، 13000 درهم باش يبيعها، 14000 درهم هذا هو الثمن باش كيتباع. هو اللي شراها عاوتاني غادي يخسر عليها واحد 150 اورو او 200 اورو. اذا هاي ولا طايحه عليك هنايا ب 1500 1600، غادي تبيعها ب 1800 1900 2000 اورو. هذا هو الاسمين دابا اللي كاين الريخ. اذا ما يمكنلكش تبيع تروا جروب ديال الاكسبو بار ب 2000 اورو، راه ما كاينش هي جديده، راه تدير 2000 اورو جديده على برا الكارونسي ديالها كلشي. حنا الاخوان يعني حاولنا نناقشوا غير هذا الموضوع بوجهه نظر فقط، من عندها العملاء الامور القانونيه كتبقى قانونيه، غير هذه يعني راه يعني ما والو كيدخلهم في السليل او كيدخل داك الشيء، راه باين الكادر اللي راه ميت يكون الحريفي معاهم، راه هذا الكادر ديال الويكا، هذا الكادر ديال دالا كورسي، هذا الكادر ديال هادي، هذا الكادر ديال الاخر. السلام عليكم، راه كل كادر راه باين، هذا ديال تروا جروب، هذا ديال دو جروب، وراه 400 اورو ماشي هي 150 اورو. فاش كتكون الديوانه كتاخذ 400 اورو في الويكا، يعني ماشي هي، يعني هنا حتى يعني نقدروا نقول نحكموا نقولوا باللي حتى الفاكانسي كتعود تحليه الفرصه انه ياخذ السلعه. يعني السلعه كتمشي لدول وحدين اخرين مثلا، يعني السلعه نجيبوها لنا، يعني هذه راه الديوانه ديالها هي هذه، وهذه هاد الديوانه ديالها هي هذه. ودبر راسك خديتي الويكا تروا جروب، راك غادي تخلص عليها 400 اورو في الديوانه. راه امور، يعني كنهضر بالمنطقه الاخوان انا على حسب النظره ديالي فقط، ولا احكم بالمسائل القانونيه. القانوني كيبقى بوحدو لا تك خير، كيفاش كنشوف انا الموضوع يعني بالطريقه ديالي الخاصه، بالطريقه ديال الحريفيه والبيع والشراء ديال في البون اوكازيون. اذا ملي كناخذوا تروا جروب اكسبو بار وكنعشروا الويكا تروا جروب وكنعشرهم بحال فهنا الفاكانسي راه كيلعب. دابا الفاكانس كل مرة تيقلبو غير على لوي كارون سيريو، مبقاش دابا الاكسبو بار يعني هاد الفيتشر مات، هاد المارك فيه هذا مبقاش كيدور، حيت الديوانة ديالهم حيت ما اصلا ما ساويينش في السوق، وديوانتهم بحال لوي كارون سيريو. نقلب على رون سيريو احسن. اذا الاخوان كنبقاو راه كنقولوا هذه راه مجرد فكرة يعني شخصية ما عندهاش علاقة بالامور القانونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.